عروستي ننستي يجملها يا حلوتها احكي لها حكاية كوباية المحلول ادي اللي غسلها حبيبتي يا كوبايتي وادي اللي ملاها مية 200 سنتي زي الدكتور ما يقول وادي اللي فتح الكيس وفرغ المحلول وادي اللي قلبه لحد ما دوبه وادي اللي سقاها وقال لها عواب على كل ام تخاف على ابنها ده انها تدينه على طول المحلول معالجة الجفاف